الشركات الاستعلاميه هذه الاعتاء كلهم امل ان يكون رجالات ونساء مثقلة في المستوى المطلوب. لما مضوع الزمن وقتين مضوع على السنوات الأخيرة وكان عن المسؤولية وعن تواجد شخصي نزاعية إضافة لما يمكن أن يقوم به على مستوى محلي بالطبع لقيادة الحملة بالنسبة كذلك لانتخابات الجماعية، انتخابات الغرف، انتخابات ديال الجهة، انتخابات ديال اللائحة النسائية إلى غير ذلك، ثم مجلس المستشارين. وكما تلاحظون حزب التقدم الاشتراكية اليوم من خلال هذا المجهود ومن خلال التواجد ديال الرفيق يوسف بايزيد كيشكل ورقة من الأوراق الأساسية اللي غتدخل لهذه الانتخابات. وما نريده نحن هو فقط أن نعمل من أجل الرقي بهذا الإقليم الذي يستحق بكل جماعته بعاصمته الجديدة، لكن كذلك بمختلف جماعاته وما غنذكرهمش لأن غننسى شي وحدة.